من أرض السلم والسلام، من أرض الخير والعطاء، معكم المعلمة شذا سليمان. أسعد الله أوقاتكم. من مدرسة نصير شورى معي هنا طلاب المتميزين. تفضل عرفنا على اسمك. حيدر نور. تالا عيسى. عبد الرحمن العرب. محمد فؤاد كمود. فاطمة الزهراء شيحة. رابع بدان. أهلا وسهلا بكم طلاب المتميزين. اليوم في درسنا سوف نأخذ مادة العلوم بعنوان أقسام النبات، فلنبدأ. هنا نفكر، نريد أن نفكر لنرى ماذا، بماذا سوف نفكر. ماذا مكتوب؟ برفع الإصبع. هذا مكتوب. نعم عبد الرحمن. حزورة. حزورة. لنرى ماذا تقول هذه الحزورة. هذه الحزورة تقول: أنا من الكائنات الحية، أتنفس وأتغذى وأشرب، أشكال كثيرة وفوائدي متنوعة، ولكنني لا أستطيع المشي والانتقال من مكان إلى آخر. هل عرفتم من أنا؟ فكروا قليلا، فكروا، أغمضوا أعينكم. كيف نفكر؟ أحسنتم. هيا سوف أعد للثلاثة ونفتح عيوننا. 1 2 3. أحسنتم. الآن بعد أن فكرتم، هناك كائن حي لا يستطيع أن يمشي، يتنفس ويتغذى لكن لا يستطيع أن يمشي. من هو؟ تعالى. شجرة. 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 أحسنتي. أيضا الشجرة. رفع الإصبع. ما اسم الشجرة؟ لها اسم آخر. كائن حي من الكائنات الحية، ما اسمها؟ فاطمة تفضلي. هل نأخذ مساعدة؟ روى. تراب. تراب. التراب كائن حي. ماذا نقول يا محمد؟ الورد. الورد. الشجرة ماذا نسميها عبد الرحمن؟ ماذا نسميها جميعا؟ النبات. أحسنتي تالا. إذا الشجر، الورد، الأعشاب، جميعها نسميها نبات. لكن كيف عرفتي أنه نبات؟ لا يوجد كائن حي فقط غير النبات؟ من الكائنات الحية غير النبات؟ الحيوان والإنسان. أحسنتي، الحيوان والإنسان. لكن ما الذي يميز النبات عن الإنسان والحيوان؟ النبات لا يستطيع المشي. أحسنتي. ترى ما؟ هل يستطيع الحيوان أن يمشي؟ الحيوان؟ نعم. نعم، أحسنتي فاطمة. الإنسان يستطيع أن يمشي؟ نعم. محمد، النبات يستطيع أن يمشي النبات؟ لا. لا، إذا النبات لا يستطيع أن يمشي، وهو الذي يميز هذا الكائن عن غيره من الكائنات الحية. أما الآن بعد أن انتهينا من الحزورة، ماذا سوف يكون عنوان الدرس؟ عن ماذا يتحدث الدرس؟ عن ماذا؟ عن ماذا؟ عبد الرحمن؟ حزورة. عن ماذا يتحدث الدرس؟ فاطمة؟ عن العلوم. عن العلوم. عنوان الدرس؟ أقسام النبات. أحسن، سوف نتحدث اليوم عن النبات وأقسامه. لنعود وننتقل إلى هذا. الآن هذا فيديو، وأطلب منكم مشاهدة هذا الفيديو جيدا، لأن هناك سوف يتم طرح بعض الأسئلة بعد أن ننتهي من مشاهدة هذا الفيديو. فلنبدأ ونتابعه. ماذا شاهدنا في هذا الفيديو؟ برفع الإصبع، ماذا شاهدنا في هذا الفيديو راما؟ أزهار. أحسنتي، شاهدنا أزهار. وماذا أيضا؟ ماذا شاهدنا؟ ثمار. أحسنت يا حيدر. هذه الأزهار هل هي متشابهة؟ هل تشبه بعضها البعض يا تالا؟ لا. بماذا تختلف عن بعضها البعض؟ كما أخذنا في الدراسات الاجتماعية نتشابه ونختلف، بماذا تختلف هذه الأزهار؟ تفضل محمد. بالألوان. بالألوان. أحسنت، شاهدنا الأزهار ذات ألوان مختلفة أيضا. نعم يا حيدر. و تفضل. بالأشكال.
أشكال أحسنت تختلف بالأشكال، وأيضا قال لي حيدر الثمار. ما هي الثمار التي شاهدناها في الفيديو؟ نعم يا تالا، ما هو الثمار؟ تفاح. أحسنت التفاح، وأيضا برتقال. أحسنت يا عبد الرحمن، شاهدنا التفاح والبرتقال والأزهار. هل هي متشابهة أم مختلفة؟ برفع الإصبع. راما مختلفة. مختلفة، إذا هذه جميعها تختلف عن بعضها البعض. بعد أن شاهدنا هذا الفيديو، هناك بعض النباتات لها أزهار والبعض الآخر ليس لديها أزهار، ماذا نستنتج من هذا الفيديو؟ نعم تالا، نستنتج أن بعض النباتات لديها أزهار وبعضها لديها أزهار وثمار. أحسنتي أحسنتي، بعض النباتات لديها أزهار والبعض الآخر لديها أزهار وثمار. لنرى هذه النتيجة. هذا المزارع قد حصد لنا الثمار ويقول لكم كما قالت تالا، بعض النباتات لها أزهار وبعضها لها أزهار وثمار كما التفاح والبرتقال في الفيديو الذي شاهدنا. الآن سوف أعرض عليكم هاتين الصورتين. أريد منكم أن تفكروا جيدا في هذه الصورتين، ماذا تشاهدون وماذا يتشابهان وماذا يختلفان؟ الآن نبدأ التفكير، كل منا لوحده، نشاط فردي الآن. تفكرون، هنا نرى من يحصل على الإجابات الأكثر، هذه المجموعة أم هذه المجموعة، هذه الجهة أم هذه الجهة. الآن نفكر جيدا في هاتين الصورتين، ننظر للصورتين يا حيدر يا تالا، انظروا جيدا بماذا يتشابهان وماذا يختلفان. فكروا جيدا، معكم دقيقة واحدة. هاتين الصورتين هناك تشابه بينهما وهناك اختلاف، أريد أن أعرف بماذا يتشابهان وبماذا يختلفان. لنسمع الإجابات، انتهيتم التفكير؟ نبدأ لنستمع. عبد الرحمن، ماذا نشاهد في الصورة الأولى؟ ساق. فقط ساق؟ ماذا يوجد في الصورة؟ الصورة بشكل كامل ماذا نشاهد؟ برفع الإصبع. نعم يا تالا، نبات. نبات، أحسنتي. ما هذا النبات؟ من يقول لي ما هذا النبات؟ ماذا يحمل هنا؟ ما هذا النبات الذي يحمله؟ نعم يا راما، ثمر. ثمر، ما اسم هذه الثمرة؟ أحسنتي، إجابة صحيحة. نعم يا محمد، ذرة. أحسنت، ذرة، واللفظ صحيح، ذال، ذرة، أحسنت، متقن للغة العربية، أحسنت يا محمد. إذا اسمها ذرة، وهنا ما هذه الثمرة فاطمة؟ بندورة. بندورة، إذا هنا لدينا ذرة وهنا لدينا بندورة. الآن هاتين النبتتين، نبتة الذرة ونبتة البندورة، بماذا يشبهان بعضهما؟ لا ما بشبه. ماذا يمتلكان؟ هناك أشياء يمتلكوها. نعم تالا، ماذا لديهما؟ أوراق. انظروا، هنا لدينا ورق وهنا لدينا ورق، أحسنت أيضا. نعم يا راما، جذر وساق. الجذر، هنا هذه منطقة هنا موجودة تحت التراب، لا أعرف ما اسمها، تقول لي راما جذر، سبقتني وقالت جذر. إذا هنا لدينا، تقول هنا جذر تحت منطقة تحت التراب، وأيضا هنا لدينا، وقالت لي أيضا ساق، هذه ساق وهذه ساق أيضا. حيدر، أوراق. أوراق، قالت لي تالا أوراق أيضا. محمد، بثمار. ثمار، هنا لدي ثمرة الذرة وهنا ثمرة البندورة. إذا هكذا هاي الأشياء، هذه الأشياء التي يمتلكوها هاتين الصورتين. إذا هل هنا نبتتين متشابهتين أم مختلفتين؟ مختلفتين. بماذا يختلفون؟ محمد، بالثمار. بالثمار، هنا بندورة وهنا ذرة، أحسنتم. إذا هل جميع النباتات متشابهة أم مختلفة؟ نعم يا تالا، مختلفة. مختلفة، بعضها يتشابه وبعضها يختلف. الآن سوف نأتي إلى كل نبتة وندرس مما تتألف هذه النبتة. الآن اسم، نبدأ بأقسام النبات، نريد أن نعرف ما اسم كل جزء. نبدأ من تحت التراب، من الأسفل إلى الأعلى. هذا الجزء هنا، ما اسم هذا الجزء؟ ماذا نسميه؟ موجود تحت الأرض،
نعم يا فاطمة. جذر. أحسنتي، هل اسمه جذر؟ هل اسمه جذر؟ نعم. إذا لنشغل هو لنشاهد إن كان جذر. الجذر. الآن ننتقل إلى الفيديو الثاني. انتهينا من الجذر. يخرج من الجذر مثل العصا، مثل الرقم واحد. ما اسمه يا راما؟ ساق. أحسنت. لنرى لنرى إن كان اسمه الساق أم لا. الآن ننتقل إلى الفيديو الثالث. من الجذر إلى الساق ومن ثم يخرج هناك. تفتح يداها، لونها أخضر. ما هي يا حيدر؟ أوراق. لنرى إن كانت أوراق أم لا. أوراق. الآن الفيديو التالي. الآن هناك عنصر جديد ظهر في الفيديو. ما هو يا محمد كمود؟ قلنا جزر وساق وأوراق، هناك عنصر جديد ظهر. الورد. الورد لها اسم آخر غير الورد. تالا. أزهار. أحسنت. لنرى إن كانت أزهار حقا أم لا. أزهار. ننتقل إلى الفيديو التالي. أين الأزهار؟ بدأت تختفي. ماذا يظهر بدلا منها؟ هناك شيء ظهر بدلا من الأزهار. ما هو؟ ما هو؟ تفضلي راما. الثمر. الثمر. هذه الثمرة. من هنا هذه الثمرة؟ من هذه؟ نأكلها مقلية. نعم. باذنجان. أحسنت. أعد الجواب يا محمد. باذنجان. اللفظ الصحيح، اللفظ الصحيح لها. تفضل. باذنجان. لا، اللفظ الصحيح فاطمة. سبار. ما اسمها؟ باذنجان. اسمها باذنجان. حرف الزان. باذنجان. باذنجان. عدها يا حيدر. باذنجان. باذنجان. عبد الرحمن. باذنجان. ممتاز. نعم فاطمة. باذنجان. أحسنت. الآن ظهر هذا الفيديو ليقول لكم. أخذنا أجزاء النبات، الآن سوف نكتبها كتابة هنا. من يذكرني؟ هنا لعبة، نلعب لعبة الأحجية. أول نبدأ بالجزء الأول. أنا، اسمعوا جيدا، أنا جزء من أجزاء النبات. أعيش تحت التراب، قسمي موجود تحت التراب. من أنا؟ رفع الأصبع. أنا جزء من أجزاء النبات موجود تحت التراب. من أنا محمد؟ الجذر. الجذر. أحسنت. الآن سوف نكتب الجذر هنا. الجذر. لن أضع اللام. جذر. الآن الحزورة الثانية، الأحجية الثانية. أنا شكلي جميل جدا. اسمع قليلا يا حيدر. ألواني مختلفة، وأنا التي أتحول إلى ثمرة. من أنا؟ أتحول إلى ثمرة. من أنا فاطمة؟ أزهار. أزهار. نضع هنا أزهار. سوف نغير الأماكن. نضع هنا زهرة. أزهار. زهرة. زهر. الآن الحذورة الثالثة. أنا آتي بعد الجذر مباشرة. شكلي مثل العصا، أقف باستعداد. من أنا؟ من أنا؟ من أنا؟ تعالى. ساق. ساق. أحسنت. نكتب هنا ساق. الأحجية ما قبل الأخيرة. أنا آتي بعد الساق مباشرة، ولوني أخضر وشكلي جميل. من أنا؟ راما.
أوراق. أوراق، ممتازة، إجابة جميلة. الآن أنا الجزء الأخير من أجزاء النبات، أنا التي تحولت من زهرة إلى ماذا؟ تأكلونني ولذيذ جدا. من أنا حيدر؟ ثمار. ثمار، ممتاز. إذن أجزاء النبات: جذر، ساق، أوراق، أزهار، زهرة، ثمار. أما الآن ننتقل ظهرت هذه الجميلة ويدور حولها مجموعة من هذه الأطعمة الجميلة. ما رأيكم أن نسمي ماذا نشاهد هذه النبات نشاهدها نسميها؟ نفضل براما، تفضلي راما، ما اسم هذا النبات؟ جذر. أحسنتي. فاطمة. بندورة. محمد. قصب السكر. ممتاز. حيدر، ما اسم هذا النبات؟ برافو. تالا. ملفوف. ملفوف. عبد الرحمن. روز. الآن هذا النبات ما اسمه هذا؟ تالا، ما اسمه؟ كرافس. كرافس، أحسنتي. وهذا الذي يفتح يديه يقول لكم كيف حالكم؟ فاطمة. خس. خس. تويتي، هذه الجميلة يدور حولها مجموعة من الأطعمة الجميلة، وتريد أن تقول وتسألكم سؤالا جميلا: هل جميع هذه النباتات آكلها؟ الآن أريد أن أسمي وأصنف هذه النباتات في هذا الجدول. هذه النباتات أصنفها في هذا الجدول. أي الأجزاء أن أكل منها؟ الجذر يا حيدر، الساق، الأوراق، الثمار. هنا عمل مجموعات، هنا مجموعات، مجموعة أولى ومجموعة ثانية، وسوف أوزع عليكم المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. القائد هنا عبد الرحمن، أما هنا حتكون راما. من يكتب هنا؟ من سوف يكتب هنا الإجابات؟ المجموعة الأولى تالا، وهنا محمد. أحسن. الآن سوف نبدأ عمل المجموعات. لا تبدأوا إلا عندما أقول لكم اقتربوا. اقتربوا على الواقف وابدلوا قاعدين. نريد أن نصنف. اقترب يا محمد. عبد محمد، هاي وقف. أحسن، مو أحسن، وقف، مو أحسن. يلا قوموا عليه، يلا قوموا. أمي فاطمة بإذنك. يلا يا راما الحلوة، حلوين المجموعة الأولى. قوموا، لا تبلشوا لحتى نقوم. يلا قوموا على الكراسي. خلي بس الأولى. قوموا. يلا يلا يا حلوين. هلا بطلعكم ساعدكم. يلا أنا هون للمساعدة. يلا نبدأ. واحد، اثنان، ثلاثة. بدأت المسابقة. من ينتهي أولا هو الفائز. عبد الرحمن اعمل مع المجموعة، أنت القائد. راما، هل القائد؟ أحسنتم. يلا فاطمة، راما، يلا بشكل مجموعة. نبعدها قليلا، تعالي قليلا. يلا فاطمة ابقي هنا، تعالي. أي منها نأكل؟ الجذر، وأي منها الساق؟ أحسنتم. هل تنتبه أيها القائد؟ هل الإجابات صحيحة؟ أنا أنتبه بدل عبد الرحمن. انتبه انتبه. كملك. الفجل، ماذا أكل منه الفجل؟ ماذا أكل من الفجل؟ الجذر أم الساق أم الأوراق أم الثمار؟ الفجل. الجذر، برافو، جذر. نأكل الفجل عند الجذر. هيا، من الأسرع؟ من الأسرع؟ بدون إصدار أصوات. انتهيتوا؟ لا. انتهيتوا؟ بقي، تعالي تعالي. أيها القائد تفضل. ملفوف، أين نضعه؟ وضعنا قصب السكر.
الفريز، أين الفريز؟ أين ضاع الفريز؟ وين؟ ما اسمه؟ ما اسمه هذا الجزء؟ خلصنا انتهيته؟ لازم نسمي الجزء ثمار، ضعوه عند الثمار. أنا ولا مين؟ لنرى كان إجاباتكم كاملة. هنا إجابات كاملة. المجموعة هنا الفائزة. أحسنتم. ممتازين. الآن نعود إلى أماكننا. تفضلوا، انتهى الوقت يا محمد، نسيت الفريز. فاطمة آتي إليك، يلا أساعدك. يلا أحسنت. أنا على حالي. أحسن. الآن أعطني الورقة لو سمحت يا محمد. شكرا لك. إذا المجموعة الفائزة هي المجموعة هنا مع قائد عبد الرحمن والكاتبة تالا وحيدر المشرف العام لهذه المجموعة. أنا مشرف؟ نعم. يلا أنت المشرفة. أحسنتي. هنا أيضا الكاتب هو محمد وراما هي القائد. الآن عبد الرحمن. بما أن هذه المجموعة التي فازت سوف نبدأ من عندها. الآن الجذر، ماذا نأكل من الجذر؟ أم الساق؟ أم الأوراق؟ أم الثمار؟ بعد العمل مع بعضنا البعض. عبد الرحمن الجذر، نضعه هنا، نكتب الجذر عند الجذر. الجذر. الآن النبات الثاني، ما هو هذا يا راما؟ هذا النبات خس. خس. الخس، ماذا نأكل منه؟ نأكل منه الأوراق. أحسنتي، نضعه عند الأوراق، نكتب خس. الآن تعالى، بعد الخس ماذا يأتي؟ البندورة. بندورة محمد. البندورة، ماذا نأكل منها؟ الجذر أم الساق أم الأوراق أم الثمار؟ الثمار. الثمار، نضع كلمة بندورة هنا عند الثمار. عبد الرحمن، ماذا يأتي بعد البندورة؟ ما هذا النبات؟ ما اسمه؟ كرافس. كرافس، ماذا نأكل من الكرافس؟ ماذا نأكل؟ ماذا أقول؟ ساقه. أحسن، نضعه عند الساق. كرافس. فاطمة، ماذا يأتي بعد الكرافس؟ فجل. فجل، أحسنتي. الفجل، ماذا نأكل منه الفجل؟ ماذا نأكل من الفجل؟ جذر أم الساق أم الأوراق أم الثمار؟ تالا. الجذر. أحسنت، نضعه عند الجذر. فجل. الآن هذا الذي يبتسم لكم، ما اسمه يا حيدر؟ خس. هذا خس؟ لا. فاطمة. ملفوف. أوه يا أمي. ملفوف. ماذا نأكل من الملفوف؟ ماذا نأكل من الملفوف يا حيدر؟ جذر أم الساق أم الأوراق أم الثمار؟ أوراق. أوراق، أحسن، لقد ساعدتك فاطمة بتسمية هذا النبات. إذا نضعها عند الأوراق. ملفوف. هي والخس نأكل أوراقها. هذا النبات الجميل، ما اسمه؟ راما. قصب السكر. أحسنتي. محمد، ماذا نأكل من قصب السكر؟ الساق. الساق، أحسن، نضعها بالقرب من الكرفس. نضع قصب السكر. النبات الأخير عبد الرحمن. فريز. فريز. حيدر، ماذا نأكل من الفريز؟ جذر أم الساق أم الأوراق أم الثمار؟ ثمار. هل تأكل الأوراق؟ الأوراق؟ لا، إذا نأكل الثمار. إذا نضع هنا فريز. الآن أرنب. من يحب الجزر؟ ومن الحيوانات؟ برفع الإصبع. من يحب الجزر؟ تفضلي يا تالا. الأرنب. الأرنب، لماذا نحب الجزر؟ لماذا محمد كمود؟ إنه يعطينا النظر، يقوي النظر. الجزر يقوي النظر. عشان دائما أكل منه. دعونا نشاهد هالفيديو، ما رأيكم؟ شاهدوا جيدا، من إصدار أي صوت لنتابع ونشاهد هذا الفيديو.
هناك سؤال بعد هذا الفيديو، شاهدوه جيدا واستمعوا له. شاهدنا في الفيديو راما الجزر. الجزر، أحسنتي. والجزر ماذا يفعل؟ يقوي الجزر. أحسنتي. أيضا ماذا شاهدنا غير الجزر حيدر؟ بطاطا. بطاطا، ما كيف نأكلها؟ كما قال في الفيديو مقلية. مقلية، أحسنت. أو مسلوقة. برافو بطل. الآن أيضا ماذا شاهدنا أيضا؟ ومشوية. مشوية، بس أيضا ما هنا ماذا شاهدنا؟ بطاطا وجزر برفع الاصبع. تالا فاصوليا. فاصوليا، وتشبه من؟ من تشبه الفاصوليا؟ ما هو ما تشبهه في الاغنيه؟ ليبيا. احسنتي فاطمه، استمعت للفيديو بشكل ممتاز. محمد ماذا شاهدنا ايضا؟ البصل. البصل، اول واحد ظهر هو البطل. البصل هو البطل. هو البطل، انا البصل، انا البطل. ايضا اخر نبات من هو؟ الخيار. احسنت، ناكله مخلل او طازج. الان مغسله. هذه النباتات اجتمعت لتقول لكم شيئا ما، ما هو الشيء الذي تريده ان تقول لكم؟ نعم انا غذاء لكم. غذاء لكم، اذا هل نستفيد من هذه النباتات التي ناكلها؟ نعم. هيدا نعم. هل نستفاد منها؟ نعم. إذا نحن لا نأكل فقط هكذا لنأكل، نأكل لنستفاد ونصبح ماذا؟ أقوياء. إجابة جماعية لا أريد. الآن لنشاهد وانظروا هذه الطفلة كيف تفعل؟ قلدوها لي. وهذا الطفل، أيوة الصورة الأخيرة. ماذا تفعل بهذه الخضار؟ ماذا تفعل بها؟ تغسل. هنا تغسل. أيضا ماذا تفعل؟ تطبخ. نستخدم هذه النباتات في ماذا؟ الطبخ. الطبخ، أحسنت يا حيدة. إذا نحن نأكل كي نستفاد ونصبح أقوياء. الجزر. الجزر يقوي النظر. يريد أن يقول لنا شيء، يريد أن يسألنا السؤال. انظروا، قطع المكبر. أريد أن أسألكم سؤال، لنقرأ هذا السؤال. قبل تناول الفواكه والخضار، قبل أن آكلها ماذا يجب أن أفعل؟ أحضرت التفاح. برفع الإصبع. برفع الإصبع. برفع الإصبع. فاطمة أغسلها. أغسلها لنرى. انظروا ماذا تغسل هنا راما؟ ماذا تغسل هنا هذه الفتاة؟ ماذا تغسل؟ الخضار. الخضار، ما اسم هذا الخضار فاطمة؟ خلل. هذا مخلل. ليفلي. برافو. احسنتي. اذا يجب علينا دائما غسل هذه الفواكه والخضار جيدا بالماء. الان سوف نبدا بالتدريب. اعطيكم اسئله من خلال هذا الصندوق، يوجد في داخله ورقه لكل واحد منكم. هناك ورقه اسئله، الإجابة فردية، نجيب لوحدنا. سوف أعطي كل واحد منكم ورقة، لا تبدأون بالحل إلا عندما أقول لكم. لنرى من الأسرع، من الفائز الأول.
لا تبدأوا إلا عندما أقول لكم يبدأوا بالحرف. تفضلي. أقلام الرصاص في أيدينا، قلم الرصاص. لا تبدأ الحل إلا عندما أقول لك. أين قلم الرصاص؟ فاطمة أين القلم؟ الآن سوف أشرح لك السؤال يا حيدر. الآن هيا يا فاطمة ساعدك. لقد خرج. السؤال الأول يقول لكم أرتب أجزاء النبات بالأرقام من الأسفل إلى الأعلى مع التسوية. ضعوا الرقم 1 2 3 4 5 لنرى كم صورة لدي. 7 لدي 5 صور. اسمعوني جيدا يا محمد وعبد الرحمن، هذه الصور نريد أن نرتبها من الأسفل إلى الأعلى من الأرقام، من رقم 1 من رقم 2 مع التسمية. أين رقم 1 ومسمية؟ نبدأ الحل. 1 2 3 ابدأ. أحسنت، ممتاز. مع التسمية، لا تنسوا التسمية. أحسنت يا تلا. تلا تسمي. نقول القصص. تريد مساعدة يا فاطمة؟ الكتابة، الأسماء، اكتب الأسماء، اكتب اسم كل جزء، ليس فقط الأرقام، اكتب الأسماء. جميعكم انتهيتم من الأرقام، لكن أريد أسماء اسم كل جزء. أحسنتي، ممتازة. من ينتهي أولا؟ من رقم 1؟ من رقم 1؟ تحت الأرض. ما في مشكلة. انتهت. سوف ينتهي وقتها إن كان إجابات صحيحة. أين الأسماء؟ لم تنتهي بعد. أريد الأسماء، أسماء كل جزء من الأجزاء. هذا رومان. فكرت فجل. لا. نعم. أحسنتي. محمد انتهيت. ممتاز. أحسنت يا بطل. رقم 1 انتهى في السؤال. محمد كمل. أحسنت. انتهيتي. ممتازة، ممتازة. انتهيت. بطل. إجابات صحيحة وجميلة. أحسنت. هذا شكل اسمه ما انتهيت. يلا خلصت. انتهت. تحت الأرض. ما اسمه؟ كرة. شو اسمه؟ جذر. يلا انتهيتي. الآن انتهينا السؤال الأول. نقف توقف قليلا. توقف قليلا يا رما. الآن السؤال الثاني يقول لكم بعد غير نتعرف. الآن السؤال الثاني يقول لكم ألون الجزء الذي نأكله من النبات. أضع السؤال هنا. الآن السؤال الثاني يقول لكم ألون الجزء الذي نأكله من النبات مع التسمية. هون لدي شجرة تفاح يا محمد. ألون فقط الجزء الذي نأكله. لدي هنا الملفوف وهنا قصب السكر. لنبدأ. 1 2 3 ابدأوا الحل. نعم، لون الجزء الذي نأكله من النبات. فقط الجزء الذي نأكله. هل نأكل ساق الشجرة؟ نأكل ساقها؟ لا. أوراقها؟ لا. إذن لون. أحسنت، ممتاز التلوين. أحسنت يا رام، ممتاز. أحسنت يا فاطمة ويا محمد. المجموع هنا أسرع، سوف ينتهي من التلوين. أحسنت يا حيدر. أسرع واحدة هي تالا. أسرع أسرع عبد الرحمن، أسرع. أحسنت، ممتازة. ورقة تالا، ورقة كاملة وانتهت. ممتازة. ثاني واحدة رابعة. برافو رابعة. أسرع أسرع.
أقصى يا حيدر، أسرع فاطمة، عبد الرحمن أسرع. هذا لون شجرة؟ لا، فقط الجزء الذي نأكله. انتهيت. أعطني لأرى. طب فاطمة اختار وينتقي الألوان محمد. من ينتهي قبل من؟ عبد الرحمن أم فاطمة أم محمد؟ يا انتهيت. 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 أعطيني ورقة لو سمحت. أعطيني ورقة. عبد الرحمن انتهيت أم لا؟ لا. يلا أحسنت. أنسان مجموعة كاملة. من انتهى أولا جميعا؟ مجموعة كامل. بس كفرد الأولى راما تالا ومن ثم راما. وأخيرا بعدين حيدر. إجاباتكم جميعها متفاهمة. يلا لنلتزم الصمت ونجيب عن هذه الأسئلة. الآن من هو الجزء الأول الذي وضعناه؟ من هو رقم واحد؟ من يحصل على الرقم؟ رفع الإصبع لو سمحت. فاطمة؟ جذر. جذر. أين الجذر؟ هذا؟ لا. هذا؟ لا. هذا؟ لا. نعم، إذا نضع رقم واحد هنا، رقم واحد نسميه جذر. الآن يخرج من الجذر ويخرج إلى الأعلى، شكله مثل العصا. من هو يا من؟ راما. ساق. الساق. هل هذا ساق؟ لا. هذا ساق؟ لا. هذا؟ نعم. نعم. اسمعي راما. إذا هنا نضعها ساق. جذر ساق. ومن الساق ماذا يخرج لونه أخضر تالا؟ أوراق. هذه أوراق؟ لا. هذه؟ لا. هذه؟ نعم. نعم. إذا نضع رقم ثلاثة أوراق. الآن ماذا يأتي بعد رقم ثلاثة؟ حيدر. بعد الثلاثة ماذا يأتي رقم؟ أربعة. أربعة. من هو النبات؟ ما هو الجزء؟ أزهار. أزهار. هل هذه أزهار؟ أزهار؟ لا. هذه؟ نعم. نعم. إذا نضع رقم أربعة أزهار. الجزء الأخير محمد كمود. ما أتبقى سوى هذه الصورة. ما اسمها؟ ثمار. ثمار. وما اسم هذه الثمرة هنا؟ بندورة. هذه بندورة. رمان. الإصبع بيرفع الإصبع. رمان. 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 أحسنتي رمان. الآن نتوجه إلى السؤال الثاني الذي يقول ألون الجزء الذي نأكله من النبات مع التسمية. ونأخذ القلم ونأخذ اللون الأخضر. شجرة التفاح ماذا نأكل منها؟ عبد الرحمن نأكل ساقها؟ لا. نأكل ورقها؟ لا. نأكل ورقها؟ لا. نأكل ورقها؟ ماذا تأكل؟ التفاح. التفاح ما اسمها؟ ثمارها. ثمارها. أحسن. إذا نحن نلون فقط الثمار. ألا تأكلون جذرها؟ لا. الآن هذا النبات الملفوف. راما ماذا نأكل من الملفوف؟ الأوراق. الأوراق هذه الموجودة هنا، هذه جميعها أوراق. الآن قصب السكر ماذا نأكل منه تالا؟ ساق. هل تأكل أوراق يا حيدر؟ لا. محمد تأكل أوراقها؟ لا. نأكل الساق فقط. نعم. الساق فقط. السكر. الآن هناك تقويم إضافي سوف أضعه هنا. فيديوهات. نسمع السؤال. نسمع السؤال ومن ثم نتوقف لنعرف الإجابة. نستمع إلى السؤال. الجذر. أسألكم أين الجذر؟ هذا النبات كامل. أين الجذر؟ أين الجذر؟ أريد فقط أن تؤشروا لي إلى جذر. تفضلي فاطمة. تريدين المساعدة بعد قليل. تعالي إلي. أين الجذر؟
لنرى إن كانت إجابة صحيحة. سوف أقول لك أحسنتي. لنستمع. ها هو الجزء. هذا الجزء صحيح. أحسنتي. الآن لننتقل إلى الفيديو الثاني. نسمع. تسألكم أين الثمرة؟ هذا النبات أين ثماره؟ تفضلي راما. على الساق. تفضلي تفضلي. على الساق ولا على الورقة؟ أشري لي. أين هي؟ أين هي؟ هذه أم هذه؟ 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 لا. هذه؟ هذه؟ نعم، تقول لي هذه هي. لنراها. لنستمع. وضع يدنا. أحسنتي راما. شوفي بالمساعدة فاطمة. ابقي قليلا سوف أساعدك. أحسنتي. الإنسان متحفظ بكل شيء. مرة بتعرف تطلع. أي والله. من هذا؟ بايبا. لا تقتربوا في هذه الصورة. ماذا يقول لكم سبونج بوب؟ ماذا يفعل سبونج بوب؟ نعم يا فاطمة. ادرسوا جيدا. يقول لكم ادرسوا. هو يقرأ. يقول لكم اقرأوا دائما. القراءة مفيدة لنا. لكن سبونج بوب ليس فقط يقول لكم اقرأوا جيدا، لقد ظهر ليقول لكم أن الدرس قد انتهى. ويقول لكم ماذا يقول؟ إلى اللقاء. شكرا لكم أطفالي. هكذا نكون قد انتهينا من الدرس.